السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. أنا اسمي مهاب عبد العال. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن كيفية الاستثمار في عملة البلاتين كوين. بس قبل ما نبدأ نتكلم عنها، هنحاول نفتكر مع بعض تاريخ العملة ومراحل تطورها، ونتعرف على بعض المظاهر السلبية اللي كانت مصاحبة لعملية التطوير. وأكيد مش محتاج نتكلم مع حضراتكم عن الإيجابيات لأنها كتيرة جدا. والغرض من الحديث هو تسليط الضوء على كيفية تعامل المجتمعات مع السلبيات والمحاولات المستمرة لوجود حلول وأفكار مبتكرة لتسهيل عملية التجارة والاستثمار بشكل مختصر ومبسط. زمان كانت المجتمعات صغيرة، والناس كانت فيها بتحاول توجد حلول للبقاء واستمرارية، وكان النظام في التعاملات تبادلي أو ما يسمى بالمقايضة، يعني الفاكهة مقابل الحبوب، اللحم مقابل السمك إلى آخره. ومع كبر المجتمعات بدأت الناس كمان تتاجر باللي عندها، وظهر في الفترة دي بعض المشاكل، زي مثلا إن بعض السلع كانت بتتلف بسرعة أو بتحتاج مكان كبير للتخزين، زي ما كان في سلع كانت صعب جدا إنك تجزأها إلى أجزاء أقل حجما. وبالشكل ده كانت عملية التبادل لازم يكون لها خصائص إضافية تسهل من عملية التجارة، بالإضافة كمان إن الحكام بدأوا يفرضوا ضرائب على عملية التجارة نفسها، زي ما انتشرت ظاهرة بين الناس، وهي إن كان في ناس بتحتاج لبعض السلع ومعهاش ما تقايض بيه، فكانوا بيتدينوا بعض، وكانوا بيكتبوا لبعض ورق دين، واللي اتعرف بعد كده بسقوق الدين. ومع الوقت عرفوا كمان إن ورق الدين ده بيدي قوة ومكانة اجتماعية لما تكون مداين ناس كتير. ومن هنا بدأ الحكام صنعوا عملات معدنية عليها صورهم أو حتى رمز الإمارة أو المملكة بتاعهم. ولكن كان في مشكلة إن العملات دي كانت كبيرة الحجم وثقيلة الوزن، ففكروا في حل المشكلة دي، فقالوا للناس إن بدل ما تشيلوا العملات المعدنية الكبيرة دي معاكم على طول، إحنا هنخليها عندنا في القصر، وهنديكم ورقة مكتوب عليها إننا مديونين ليكم بمبلغ كذا أو برقم كذا. لكن مع مرور الوقت فهموا ان اي حد ممكن يكتب ورقة عليها رقم بفلوس معينة، وده اللي سموه بعد كده بتزييف العملة. فقالوا اننا هنربط الورق ده بكمية الذهب الموجود في القصر، ومن هنا جات فكرة الغطاء الذهبي للعملة اللي استخدموها بعد كده لفترات طويلة. ومن تقريبا القرن الحادي عشر لغاية القرن الماضي كانت الدول بتستخدم الغطاء الذهبي للعملة، ولكن مع بداية السبعينات انتقلت دول كتير لطبع العملات بدون ما يكون عندها غطاء ذهبي. وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل السبعينات قالت إنها هتخلي الدولار ده عملة فيات، ودي كلمة لاتيني معناها تقريبا خلينا نفرض أو خلينا نقول أو كأن الدولار سعره كذا أو قيمته كذا، واعتمدوا بس على قوة الاقتصاد الأمريكي والحكومة الأمريكية. وبالشكل ده ما عادش فيه نظرية الغطاء الذهبي للعملات، وبقت العملة مسنودة على القوى التجارية والاقتصادية للدول بس. وكانت سويسرا آخر الدول اللي استغنت عن الغطاء الذهبي في طبعها للعملات سنة 2000، بعد ما عملت استفتاء شعبي على طبع العملة اعتمادا على قوة اقتصادها فقط ومش على مخزونها من الذهب. وكمان كتب كتير من الاقتصاديين والمتخصصين في الاقتصاد والتجارة عن عيوب الغطاء الذهبي للعملة، فمثلا قالوا ان التوزيع الجغرافي للذهب في العالم ما كانش على بمستوى متساوي، يعني كان في نوع من الظلم في طبع العملة من دولة لدولة، زي ما قالوا كمان ان طالما الاقتصاد محكوم بكمية معينة من الذهب هيخلي الاقتصاد ضيق والناس مش هتقدر تكبره او تطوره، لان الحاجة اللي بيتاجروا فيها او بيتاجروا على اساسها كميتها محدودة، وان القوى الاقتصادية والتجارية هتكون فعالة اكتر من الغطاء الذهبي. والغرض من التذكير بتاريخ العملة هو ان اي فكرة جديدة في الاول بتبقى غريبة، لكن مع الوقت بتكون عادية وجزء من حياتنا. مع بداية التسعينات حدثت طفرة في عصر التكنولوجيا الحديثة والعالم الرقمي، وبقى في عالم افتراضي موازي للعالم الحالي. وعن طريق بعض الأفكار البسيطة والالتزام بقواعدها استطاع الكثير من الأشخاص وبالأخص الطلبة إنشاء بعض المنصات الإلكترونية على شبكة الإنترنت زي الفيسبوك وجوجل وما شابه، واللي أصبحت بالفعل الأكثر تأثيرا واستخداما يوم بعد يوم، وبقى ليها قوة ثقافية واجتماعية واقتصادية وكمان تجارية ضخمة. وجانا أصحابها الأفكار أصحاب الأفكار دي والناس اللي عملوها مش ملايين، لا مليارات.
واصبح عمليه الحصول على المعلومات عن طريق مكانات البحث زي جوجل مثلا بالامر السهل، ومنصات التواصل الاجتماعي اتاحت فرصه كبيره جدا لتبادل المعلومات والافكار زي الفيسبوك مثلا، اللي لعب دور كبير في تجميع اعداد كبيره من البشر وسهل عمليه تبادل الاراء والخبرات، بل لعب دور مهم ومباشر في كتير من الاوقات بشكل جدا ملحوظ. وتطبيقات وسائل الاتصال اتاحت فرصه كبيره لاجراء عمليات تبادل بيانات ومعلومات، ناهيك عن المحادثات الصوتيه والمرئيه، وده بالاضافه لشركات التسوق المعلنه على السلع التجاريه بجميع اشكالها زي امازون وعلي بابا وغيرها، او حتى الشركات الاصغر حجما بقى ليها مكان عرض على شبكه الانترنت واستفادت من سهوله التجاره. وعلى المجال العلمي والتثقيفي أصبح الحصول على العلوم متوفر وبدرجة غنية جدا، وكان من الملاحظ إن العالم الافتراضي بيتحرك بخطوات سريعة ومؤثرة جدا في حياتنا، مما أدى لحدوث فجوة بين العالمين، العالم الافتراضي والعالم الحقيقي، وبدأت تزداد اتساعا مع مرور الوقت. كمان ترتب على العملية ديت ظهور بعض السلبيات والمشاكل في التعاملات التجارية والاستثمارية. طيب، ايه مشاكلنا مع الفلوس او النقود او العملة في الوقت الحالي؟ نمرة واحد، يوجد تقريبا 2 مليار شخص في العالم ما عندهمش اي حساب بنكي، يعني بيفتقدوا لاي نوع من الخدمات البنكية. وكمان في بعض الدول بدأت انها تطبع عملات بارقام كبيرة جدا ولكن ملهاش قيمة حقيقية في التداول. وكمان التحويلات البنكية من دولة لدولة صعبة وبتاخد كمان وقت طويل. والنقطة الرابعة ودي مهمة جدا، المركزية. فكرة المركزية في المال والأعمال بمعنى إن العملة المتحكم فيها بس الدولة من خلال بنك رئيسي أو مركزي، والناس ما تقدرش تعمل أي حاجة. والأسباب دي كان لازم يكون في حلول أسرع تتماشى مع عصر التكنولوجيا الرقمية الحديثة اللي ظهرت وانتشرت بشكل كبير، فبدأت الناس المتخصصة تفكر في حلول جديدة وتكون فعالة ومبتكرة للتداول المالي. فكروا في عمل عملات افتراضية غير ملموسة تكون خاصة بالتداول في العالم الافتراضي لتسهيل عملية التجارة والاستثمار على شبكة الإنترنت، ويكون فيها خصائص مميزة قابلة للتطوير والاستخدام بين العالم الافتراضي والعالم الطبيعي. وده كان موضوع صعب جدا في البداية، لكن مع اكتشاف نظام سلاسل الكتل أو ما تسمى بالبلوكشين ونظم تشفير العملات اللي عمل على عدم إعادة نسخ العملة أو تزويرها، ظهرت عملات كتير وطرحت في الأسواق، العملات المشفرة للتداول زي مثلا أشهرهم البيتكوين مثلا اللي انتشرت بصورة كبيرة وازداد سعرها جدا في بورصة العملات المشفرة. لكن ظهر كمان معاها بعض السلبيات زي ان محدش عارف مين اللي ورا العملة او مين بالضبط اللي شفرها واذا كان هناك اي خلفية استثمارية ليها، ده بالاضافة لصعوبة الحصول عليها. وكمان لوحظ في الفترة الاخيرة ان وجود فترات زمنية متفاوتة ممكن توصل لساعات كتير بين التحويلات من محفظة حساب لحساب تاني، وده خلى فيه فروق في السعر، زي كمان ما بدأ المتخصصين يتكلموا على مدى استمرارية العملة ودرجة ثباتها. بلاتين كوين. ايه بقى البلاتين كوين؟ البلاتين كوين ده باختصار مشروع عالمي اقتصادي مبني على فكرة التواصل الاجتماعي والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة. الغرض منه هو تسهيل عملية التجارة وفرض عملة افتراضية تبقى قوية بكثرة عدد متداوليها، ودعم المشاريع الاقتصادية ذات الأفكار المبتكرة والجديدة، مما يترتب عليه ازدياد قوة العملة واستقرارها. وكمان المشروع بيقدم فرص لتغيير حياة الناس وتسهيلها عن طريق المشاركة في اختيار المشاريع ودعمها ماليا عن طريق منصة خاصة بإدارة الأعمال، ونظريا عن طريق برضو منصة موجودة على الصفحة عن طريق الأكاديمية الخاصة بالمشروع أو بمعظم المشاريع، إزاي تتعلم، إزاي تتطور من المشروع، وحاجات كتير جدا. يعني ممكن تقولوا كده مشروع استثماري متكامل، ويعتبر دعم الشركة المساهمة السويسرية
اهم المقومات للمتخصصين والمهنيين اللي شغالين على التطوير، وبيحاولوا على قد ما يقدروا تعميم العلامة التجارية للشركة عن طريق ان هم يعملوا محفظة استثمارية كبيرة وضخمة، ومن خلال زيادة الاحتياطات من الذهب والعملات الأخرى وزيادة الإيرادات من بيع الإعلانات في شبكتها الاجتماعية الخاصة ومشاركتها رأس المال في مشاريع تجارية واعدة، وجعل تكنولوجيا التشفير المعقدة متاحة للناس كافة، وكمان الحد من الفجوة الرقمية اللي حصلت بين العالمين. ده كمان بالإضافة إن العملة معروفة المصدر، يعني اللي عمل المشروع أو اللي فكر في العملة هي شركة مساهمة استثمارية مسجلة ومقرها الرئيسي في سويسرا، بتشتغل في البرمجيات وتطوير التطبيقات وإنشاء أسواق تجارية على شبكة الإنترنت، وبتعتمد على أعلى وأحدث تقنية مبتكرة لتشفير العملات في العالم، وكمان طريقة التحويل من حافظة استثمارية لأخرى بتتم بسهولة وبشكل سريع، بالإضافة لسهولة الحصول على العملة من خلال حزمة استثمارية متكاملة تحتوي بداخلها على العملة البلاتينية. ودلوقتي هسيب حضراتكم مع الفيديو ده، هتشوفوا فيه شكل العملة وازاي بتتعمل. والجدير بالذكر ان على الرغم من الشركة بدأت في طرح الحزمة الاستثمارية تقريبا منتصف شهر سبتمبر عام 2017، الا انه وصل عدد المستثمرين حتى نهاية العام الى 197 الف مستثمر، وزار الموقع ما يزيد عن 2.8 مليون متصفح، وده يرجع لان الشركة قدرت انها تكون متواجدة في 74 دولة في فترة زمنية قصيرة جدا، وده يدل على ان الثقة الممنوحة للشركة في تزايد مستمر. وكمان اتاحة التصفح على موقع الشركة ب 18 لغة مختلفة ساعد على الانتشار. وتعتبر المانيا الدولة الرائدة من حيث عدد المستثمرين، وتليها الهند وروسيا ثم فرنسا. ومن الملاحظ ان هذه الدول تتعامل وتعتمد في مجالات الحياة عموما، وبالأخص في التجارة والاستثمار، على التكنولوجيا الحديثة وشبكة الإنترنت في الإعلان عن المنتجات والسلع بشكل رئيسي. والافتتاح الرسمي للشركة كان في مدينة برلين الألمانية بحضور أكثر من 3000 مستثمر، وده كان في يوم 18/9/2017. والاحتفالية الضخمة دي دلت على الإقبال الكبير على دعم الفكرة الاستثمارية لمنظومة البلاتين كوين، وكمان تم تبادل الخبرات والأفكار والتعارف بين المستثمرين، زي ما قدروا كمان الخبراء والمتخصصين في الشركة إنهم يجاوبوا على الكثير من أسئلة المستثمرين،
واتاحت فرصه للتعرف عن قرب للمشاريع الاستثماريه الموجوده واللي بداوا يتكلموا عنها الحاليه واللي في طور التطوير. ودلوقتي هسيب حضراتكم مع جزء من فيديو الاحتفاليه. والشيء الفريد في البلاتين كوين هو انه عبارة عن حل هجين بين تكنولوجيا سلاسل الكتل اللي هي بيقول عليها البلوكشين، واللي هي من حيث الامكانيات مش اقل شأنا من انشاء شبكة الانترنت، ونظام تشفير على اعلى درجة من التقنية الحديثة. ونظام التشفير ده بيحتوي على احدث واعلى التقنيات الاكثر تطورا في عالم البرمجيات لانشاء الكتل، او اللي بيطلقوا عليها الوحدات الحسابيه اللامركزيه الداخليه للنظام. والمعرفه وفهم النظام كان من الضروري ان يكون هناك منصه تعليميه على اساس اكاديمي يستطيع المستثمر من خلالها فهم كيفيه التعامل مع الاستثمار في المستقبل وكيفيه عمل نظام البلوكشين. والدراسات دي موجوده في صفحه الشركه من خلال دروس تعليميه يستطيع المستثمر الحصول عليها بكل بساطه عند الاشتراك او التسجيل في الشركه، على قدر وحجم ونوع الحزمة الاستثمارية اللي بيختارها. وفي أكتر من حزمة استثمارية، بتبدأ من حزمة المستثمر مبتدئ حتى المستثمر المحترف في إدارة الأعمال. والشيء الجديد والمميز هو فكرة الربط بين منصات التواصل الاجتماعي والتسوق وإدارة الأعمال بالعملة البلاتينية المشفرة، وده يخلي العملة هي نقطة الارتكاز ومركز الثقل في المنظومة. يعني انتشار منصة التواصل الاجتماعي مثلا يؤدي لانتشار العملة وتقويتها وثباتها، وكذلك إدارة الأعمال ومع انتعاش السوق الخاص للمنظومة كمان يقوي العملة ويزيد من انتشارها. وبالممارسة اتضح ان المستقبل هيكون للنظم الهجينة اللي بتجمع بينها وبين انواع كتيرة من التكنولوجيا الناجحة، وده بيوفر للمنظومة استقرار وحماية. يعني ما عادش لازم تحتاج معدات زي الحاسب الآلي العملاق اللي بيحتاج لمكان كبير وطاقة كبيرة لعملية التعدين، وكمان ده بيخلي الشبكة اللامركزية تشتغل بشكل بسيط وموثوق بيه وكمان فعال اكتر. ولأن الحماية مهمة جدا للأعمال على شبكة الإنترنت، قامت الشركة على ابتكار نظام حماية هجين علشان يكون جميع المشتركين في نظام التشفير على يقين تام من أن البلاتين كوين هي عملة رقمية آمنة تماما. وشبكة التواصل الاجتماعي شغالة في منظومة هدفها الأساسي هو توحيد الناس من جميع الأعمار والجنسيات عن طريق إنشاء منصة التواصل الاجتماعي كاملة خاصة بالنظام. وأنا بتكلم عن نظام، بقصد نظام البلاتين كوين كله مش بس العملة، وده للتأكيد على أن الإمكانيات الهائلة لمثل هذه المنصات بيساعد على خلق فرص كتير غير محدودة
وبتحسن من أداء الأعمال التجارية. ومن خلال شبكة التواصل الاجتماعي يمكنك بسهولة كمستثمر العثور على الأصدقاء والشركاء والأشخاص اللي بتتطابق أفكارك مع أفكارهم، واللي كمان بيهتموا بالتكنولوجيا المتقدمة للحصول على الربح في مجال الإنترنت، ومهتمين بكيفية خلق الفرص الجديدة للتنمية. وممكن كمان تعلن بشكل مريح ومربح عن المنتج أو السلعة اللي بتمتلكها، أو عن الشركة الخاصة بيك في شبكة التواصل الاجتماعي، وده عن طريق نقاط الإعلان اللي موجودة كمان في الحزمة الاستثمارية لما تشتريها. البيزنس أو إدارة الأعمال هي منصة لكل شخص بيؤمن بإنه من خلال بعض الأفكار البسيطة والمشاركة الجماعية ممكن جعل المؤسسات أو الشركات تحقق مكاسب كبيرة. وكمان هنا ممكن لكل المشاركين في نظام التشفير التصويت لصالح المشاريع، يعني لما يكون حد عنده مشروع خاص أو فكرة بيعرضها وبيقوموا بعملية تقييم على فهم مدى أهمية المشاريع ديت والأعمال المختلفة، إذا كان عندهم سوق للمبيعات على الإنترنت أو حتى الناس المشترين المحليين العاديين المستثمرين المشتركين في الموقع أو في الشركة. وكمان الشركة ناوية يكون في المحفظة الاستثمارية بتاعتها مئات المشاريع المبتكرة اللي هتهتم بيها وتخليها مشاريع مربحة وشركات معروفة، والخروج بيها العديد من البورصات العالمية. وعلشان كده مشاركة المستثمرين في تقييم الأعمال واختيار المشاريع هو الضمان الحقيقي لنجاح المشاريع. كمان الشركة شغالة على إنشاء سوق للبيع والشراء على شبكة الإنترنت داخل المنظومة، يحتوي على عدد غير محدود من التجار، ويركز السوق المنظومة على شبكة الإنترنت في بيع الخدمات الحقيقية والسلع الموجودة على منصة التسوق. هيكون ليها التزام خاص، بمعنى ان الشركة هتقوم بفحص دايم وشامل للبائعين للتأكد من التزاماتهم وإمكانية إعادة البضائع إذا طلب الأمر. وكمان مهمة الشركة الرئيسية ان تكون عملية البيع آمنة ومربحة بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم. الأكاديمية هي عبارة عن منصة تدريبية إلكترونية تتضمن مواد نظرية التشفير وتكنولوجيا سلاسل الكتل، وكمان بتساعد على فهم أساسيات واستراتيجيات الترويج الناجح للأعمال التجارية عبر شبكة الإنترنت. ولأن الشركة عارفة وعلى دراية إن كتير من المعلومات المهمة اللي بيحتاجها المستثمرين غير متوفرة بشكل كافي إلا عند مثلا رجال الخبرة أو المتخصصين في مجال التجارة والاستثمار. فعلشان كده عملت الأكاديمية دي أو منصة الأكاديمية دي داخل منظومة البلاتين كوين على جمع كل هذه الخبرات وكل ما هو مفيد وفعال في مجال التجارة والأعمال على صفحتها الرئيسية داخل الحزمة الاستثمارية، وبتعرضها للمشتركين. وللحصول على الحزمة الاستثمارية الأول يجب التسجيل، وبعد كده بتختار الحزمة الاستثمارية المناسبة ليك، وهي متوفرة من حزمة استثمارية للمبتدئين بخمسين أورو أو يورو إلى 1000 أورو أو يورو، وبيختلف طبعا امتيازات الحزمة من حزمة لحزمة حسب القيمة الشرائية بتاعها والامتيازات الموجودة فيها. الوالت عبارة عن تطبيق بتقوم بتحميله على الهاتف الذكي، وبتحفظ عليه المفتاح الخاص بيك، والمفتاح ده هي عبارة عن أو بالمختصر كده هو كلمة السر الخاصة بيك. كل مشترك أو مستثمر موجود في منظومة البلاتين كوين بيبقى عنده كلمة سر أو مفتاح. المفتاح ده بيكون أرقام يعني حروف أرقام كتير شوية بتدخله على جهاز الهاتف الذكي بتاعك وبتحتفظ بيه، ومن خلال الوالت أو التطبيق ده بتستطيع إنك يكون في اتصال مباشر بينك وبين المحفظة الخاصة بتاعتك اللي موجودة على الموقع وجهاز الهاتف الخلوي بتاعك الذكي،
وممكن ساعتها إجراء كل المعاملات بكل أريحية وبسهولة، وكمان طريقته بتكون تحويل فيها بيحصل بشكل فوري. كمان الولد بيحتوي على أقصى درجات الحماية اللي بتعمل على عدم التعرض لأي نوع من المخاطر المصاحبة بالتواجد في الإنترنت، وكمان ممكن يقوم بكل التحويلات دون الاتصال بالإنترنت عن طريق استخدام الكود الذكي، وممكن تحتفظ عليه بجميع المعلومات الخاصة بالتحويلات للتأكد باستمرار من مسار التحويلات. ولتسهيل المعاملات المالية بالعملات المختلفة، سوف تصدر الشركة بطاقات للعملاء والمستثمرين قابلة للشحن من الحافظة الخاصة بيك على الموقع من الأموال أو الكوين بشكل مباشر من الحافظة على الكارت، واستخدامها في أي مكان في العالم. الحافظة الاستثمارية لشركة البلاتين كوين، الشركة بتقوم بعمليات الاستثمار في ثلاث حاجات، أولهم الذهب، ثانيهم العقارات، بالإضافة للمشاريع الاستثمارية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات. وبتعمل الشركة على أن الآن شغالة الشركة على الحصول على براءة الاختراع للميسنجر الخاص بالمنظومة. هو عبارة عن تطبيق ممكن تعمل بيه حاجات كتير جدا زي الاتصالات الصوتية والمرئية وتبادل البيانات والمعلومات، أو تحويل البلاتين كوين بطريقة آمنة من نقطة ألف لنقطة ب، بالإضافة أن كل مرة تستخدمه هيجيلك كوين أو هتكافئ بالكوين، يعني بدل ما تدفع فلوس في الاتصال هتاخد فلوس. سكيور بوكس، الجهاز ده يا جماعة غير عادي. التكنولوجيا اللي فيه بجد طفرة حقيقية في عالم تعدين وسق العملة المشفرة، ويحتوي على أعلى نظم حماية موجودة حاليا في العالم. المتخصصين والمهنيين عملوا على تطوير اللامركزية في نظام سلاسل الكتل، وكان الأمر بيتطلب وجود توزيع غير مركزي لنظام آمن يكون على درجة سريعة وتمكنه من إنشاء سلاسل الكتل ويقوم بدور الحاسوب في عملية التعدين وصقل العملة. علشان كده ابتكروا السكيور بوكس اللي قادر على القيام بكل العمليات دي في وقت واحد، زي كمان ما ممكن تخزن عليه المفتاح الخاص بيك وانت آمن تماما. ودي خريطة بتوضح كيفية توزيع السكيور بوكس في جميع أنحاء العالم على المشتركين في المنظومة الاستثمارية للبلاتين كوين. والجهاز هيقوم بالتأكد من صحة العملة وسلامة التحويلات، وكل مشترك أو مستثمر هيكون عنده البوكس سوف يكافئ من الشركة بنسبة 10% سنويا من إجمالي البلاتين كوين اللي يملكها. تخيل انت بقى. وقد حدد موعد 30/3/2018 موعد بداية التداول لعملة البلاتين كوين في بورصة العملات الافتراضية في سوق المال. وعلشان من ضمن الأهداف الرئيسية للشركة هو زيادة عدد المشتركين وسرعة الانتشار، قد تم تأسيس فرع للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وده لمكانة دولة الإمارات والدور اللي بتلعبه في مجال التجارة والأعمال في العالم، اللي جعل الإمارات وخاصة مدينة دبي نقطة ارتكاز أساسية في مجال الاستثمار، وده راجع كمان للامتيازات الممنوحة من الدولة للمستثمرين، زي مثلا ان ضريبة القيمة المضافة منخفضة نسبيا بالمقارنة بدولة تانية، او ان الاطار القانوني للشركات امن ومش معقد. وكمان سوق الامارات العربية سوق نشط جدا وفعال. وكان الهدف من البداية للشركة المؤسسة والداعمة للمنظومة الاستثمارية هو العمل على ان تكون البداية في تداول العملة في بورصة العملات المشفرة بداية جيدة، وان تحافظ كمان على الاستقرار في السعر والعمل الدائم على التنمية والتطوير، مما يعود بالفايدة على كل المستثمرين في منظومة البلاتين كوين. ولتحقيق الأهداف الأساسية كان لازم يكون هناك حركة سريعة لحجز مكان في بورصة العملات الافتراضية، وده تم بالفعل. وكمان الشركة بتعمل دايما وبصورة مستمرة على زيادة عملية الانتشار
وجلب مستثمرين جدد لتساعد في توفير السيولة المطلوبة للمشروعات. ويعتبر الهدف الرئيسي للشركة الداعمة هو الآتي: إنشاء حزمة استثمارية قوية تدعم المشاريع الواعدة وتحقق من خلالها الأرباح، مما يؤدي إلى الاعتراف والسماح للعملة بالتداول لدى البنوك. يعني إنه في هيجي يوم من الأيام العملة هيبقى معترف بيها لدى كل البنوك، وممكن حضرتك تحاسب بعملة البلاتين كوين في أي مكان زيها زي عملة تانية. بالإضافة كمان للسعي الشركة الدائم على أن يكون لها مكان في الأسواق العالمية عن طريق شبكة التسوق الخاصة بالمنظومة. وزي ما حضر تقريبا 3000 مستثمر في حفل الإعلان عن بدء العمل للشركة في شهر نوفمبر من سنة 2017 واختيار برلين العاصمة الألمانية لإقامة الحفل، قد تم اختيار مدينة دبي الإماراتية كنقطة انطلاق إلى عالم المال والأعمال بحضور منتظر لأكثر من 7000 مستثمر. وسوف يقام الحفل بأوتيل أتلانتس ذا بالم دبي إن شاء الله يوم 24/3/2018، وياريت نشوفكم إن شاء الله هناك. أليكس راينهارد على اليمين وماكسيم بيدروف على اليسار، الشابين دول هم أصحاب الفكرة الرئيسية والمؤسسين للشركة. في النهاية البلاتين كوين هي مش بس عملة استثمارية، هي منظومة استثمارية كاملة لديها كل مقومات النجاح والاستمرارية. وكمان حابب أقول في النهاية إن كل شيء جديد بيبدأ بفكرة، في الأول بتكون صعبة الاستيعاب بس مع الوقت بتكون جزء من حياتنا. ولو عجبتكم الفكرة وحبيتوا تستثمروا في المستقبل، موجود أسفل الفيديو لينك التسجيل. شاكر جدا لحضراتكم حسن الاستماع، وإلى اللقاء مع فيديو جديد إن شاء الله. مهاب عبدالعال، السلام عليكم.